إخوتي وأخواتي، المسيحية تقدم الخلاص، وهذا الخلاص من خلال شخص المسيح المخلص يدعى اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ويقول الكتاب المقدس أيضا: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فهي اللحظة أشكر الله على نعمة الخلاص، وإذا ما اختبرت هذا الخلاص بحب أكد لك إنه الله بحبك، الله الآب والابن والروح القدس بحبك، وعاوز يجتذبك إلى معرفة الخلاص ويعطيك الضمان الكامل والخلاص الأدبي والأبدي أيضا، تكون مع الرب في كل حين. بصلي من كل قلبي إنك تختبر نعمة الخلاص اليوم. على فكرة منحب نسمع منك. الرب يباركك.